السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الصفحة 27. نعم، أقرأ بمدرستنا قاعة للإعلاميات للتدرب على استعمال الحاسوب. نعم، هنا عندنا ال، هنا الإعلاميات زدنا لها لام، زدنا لها لام مكسورة اللي هي حرف جر، كتولي للإعلاميات. ديما الحرف الاخير كيولي عنده الكسره، غير هذيك الالف، الف واللام كتكون كتكتب في الاول بحال هكا الاعلاميات، وكنزيلو لها اللام بحال هذيك اللاصقه معاها كتولي للاعلاميات. هاد الالف كيتبدل بلام كتولي للاعلاميات. للتدرب دائما من وراء لام، كتكون لام مكسورة حرف جر، راهي حرف جر، فالاخر كنديرو الكسرة، التدرب للتدرب ما كيتبدل والو غير الالف، الالف الاولى هذه كتبدل بلام، و الحرف الاخير كيولي كسرة بحال هنا. نعم، هذا حرف قمري الالف، وهذا تاء حرف شمسي عليه الشده، كتبقى كما قلنا كما هي، غير الالف كتبدل باللام. نعم، نشوفوا بعض التمارين باش نفهموا، نديروا التطبيق ديال هادشي اللي قلنا. اسبق الكلمه ب لي، مثل المكتبة للمكتبة، الساحة للساحة. هنا الرفيق نقولو للرفيق، هنا ما تبدل والو غير هنا درنا اللام، وهنا ما كتبقاش ضمة كتولي عندنا كسرة. نعم، العطلة نقولو للعطلة، السنة نقولو للسنة، المدرسة نقولو للمدرسة. هنا أكمل ب لل ولا لي، هنا هذه بالنسبة للأحرف القمرية، وهذه بالنسبة للأحرف الشمسية، أو هذه غنديروها مع لبادي بالشده، وهذه اللي فوق من السكون نديروها بلبادي بحركه، ما باديش بالشده، بادي غير بحركه واحده. نعم، اذا هنا نديرو للسبوره، هنا ما تكونش عندها الحركه، اللام الثانيه ما تكونش عندها الحركه. للاستاذتي هذا ما فيهش شده، يعني نديرو هاد اللام اللي فيها السكون. للمديرة للتلميذ، هذه ما تكونش عندها السكون. نعم، اكتب الكلمة الملونة مكان النقط. نعم، في دار الشباب مكتبة للمطالعة، هنا نبدلوها غير باللام، للمطالعة، نخليو اللام عندها سكون. نعم، ومسرح للتمثيل، هنا هنا ما غاديش نشكلو اللام، ما غاديش نشكلو اللام. نعم، وقاعة للموسيقى، كما كاينه كما غنديروها الالف اللي كنبدلوه باللام. ومعرض للرسوم، هنا ما نديروش ليها السكون. الى هنا اتينا نهاية هذا الفيديو، اشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.